بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا. مع نقطة رقم 17 واللي هي الأودو سامري. إيه الأودو سامري؟ إحنا في الأودو سامري على مستوى الأي جي بي كنا بنعمل إيه؟ الأودو سامري كانت بتعمل إيه؟ إن هي بتجيب كل البريفكسز للكلاس فول باوندريز بتاعتها، بمعنى إن كلاس A سلاش 8، كلاس B سلاش 16، كلاس C سلاش 24. اي شبكه مثلا على سبيل المثال في كلاس A معمول لها سبنيتنج واخده سلاش 24 ولا 28، لما بتبقى في الاوتو سامري مفعله البروتوكول لوحده كده اوتوماتيك بيجيبها للسلاش 8 بتاعها، بما ان هي داخل الكلاس A او داخل الكلاس B او C. هنا البي جي بي دو اكزاكتلي ذا سيم ثينج. يعني انا دلوقتي عندي مجموعه، تعال نشوف على راوتر 40. خلينا نشيل الحاجات القديمة اللي احنا عملناها، show run section bgb، بعدين نقول له conft ونخش جوه ال bgb ونلغي redistribution no و no اللي انا عملته ده، لغيت ال neighbor sorry. اوكي، احنا قلنا عندنا مجموعه من الشبكات هنا، دي شو اي بي انترفيس بريف، لاحظ عندي من 0 ل 6، 0 1 2 3 4 5 6. تعال نقول له نتورك 172 16 0 0. الماسك 255 255 255. السؤال دلوقتي، هل الراوتر 40 هيبعت ل 39 الراوت ده؟ لا ما راح يبعثه. طيب امال ده ايه؟ لا بعد، بما انهم عنده في الراوتينج تيبل شو اي بي راوتر. بس يا باشمهندس في الراوتر معرض الكونفيجريشن معرض 24، احنا في الـ النيتورك ستيتمنت عرفنا على 16. يس كل ده جاي له من 40. طب ثواني كده تعال نشوف ايه اللي حصل. واو في ريديستريبيوشن هنا مش نتورك كوماند، في حاجة احنا شو ران سيكشن بي جي بي. ويت، شايف دي كونكتد اذا الفايل كل شيء كونكتي سوري مفيش حاجة مضبوط. ليه؟ طيب مع ان انا اعلنت عن 172 16 0 0 مفيش حاجة مبعوثة، لان هنا خليني اوريك حاجة، معرف على 24 على 16 لا على 32. الشبكات 32 اوكي، بس انا قايل له نتورك 172 16 0 0. تعال نقول له اوتو سامري. بص كده عمل ايه اللي عمله دلوقتي، طلع لي اوتو سامري لل 172 16 0 0. استلمتها ولا ما استلمتهاش كده؟ استلمناها الان،
بس خلي بالك استلمتها عشان انت قلت له ايه، go قلت to له summary. go to summary. خلي باي ديفولت هي مقفولة، no to summary. هي no to صحيح. summary. فانت اي حاجة هتعملها classful زي اللي احنا عملناه هنا اللي هو النتورك 172.16.0.0 مش هتاخد الافكت الا اذا ايه، اذا عملت الايه الاو تو سامري. صحيح. اوكي، طب السؤال، انت لو اعلنت على حاجه سبيسيفيك هيعلن عنها، قلت له مثلا نتورك 172.16.0 كان فوق هنا 01 واحد والماسك 55 55 55 55. لو قلنا له ادفرتايز راوت، لاحظ ان هو هيعلنها بما ان هي تضمنت او تم تضمينها في ال بي جي بي كونفيجريشن باستخدام النتورك كوماند. تمام. الخلاصة من الاوتو سامري ان هي مقفولة باي ديفولت، نو اوتو سامري. الاوتو سامري ما بتتمش الا مع الشبكات اللي هي بنقول الكلاس فول باوندريز بتاعتها اللي هي سلاش 16 او 8 او 4 و 24. يعني اعتقد الامر ما فيهوش تريكات كبيرة، الامر اوكي اوكي الامر سهل يعني. اوكي.